البنات كديرين لاباس عليكم اش كتعودوا اليوم جينا البنات بغيت ندي ادم بلا بيسين جينا باش نتغداو في القهوه هو في طلب رشد الحاج معكم لكم ما تنسوا فابوني ما تنسوش جيم وشكرا على المشاهده ديالكم لايك لايك واسمحوا لنا على هذه الغبره راجعين لكم وراجعين شحال من حاجات جديده ترجعوا على خير هذا النهار يا ربي ودائما في حياتكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات خرجنا الصباح وديت معايا ادم طلبني باش ندي لابيسين مشينا فطرنا على برا ردينا لابيسين هو مشينا حنا درنا شويه سرحنا رجلينا توصلت الوقت الغداء حتى ديك جوايه الخمسه فاش خرج هذا من لابيسين مشينا تغدينا ودرنا الكاسكروت برا دخلنا المدينه تمشينا شويه سرحنا رجلينا شويه انا والحاج وليداتي معايا ومالي نطار وقلت علاش ما نشارك معكم هذا النهار الجو زوين وعجبني هذا النهار هذا الخرجه اللي خرجنا تفوجنا شي شويه ضحكنا ولعبنا كنتمنى لكم الخير ان شاء الله انتما مع وليداتكم وهانتوما معايا